طبعا عايزين تعرفوا رأيي في صفقة أحمد أيمن منصور. لا، ما أنا ربطت دماغي أهو، ربطتها من دلوقتي أهو. 365 يوم هنعيش ونستمتع مع أحمد أيمن منصور. قطع الكورة أحمد أيمن منصور، شتت الكورة أحمد أيمن منصور، ويا سلام على اللي هيعمله فينا أيمن الكاشف. ده هو يحب دي قوي، 90 دقيقة بس أول ما توصل له أحمد أيمن منصور تبقى قاعد على الحمام على اللي هيتعمل فينا. انا مش فارق معايا فنيات ولا كوره ولا تيكي تاكا ولا المربعات ولا المثلث. قلت قبل كده ما نجيب صفقه من اسم ونش بس، اهو بص عامل ازاي. ليه كل ده؟ احمد ما ينفعش تقولها لوحدها، احمد ايمن ما ينفعش تقولها لوحدها، احمد منصور ما... لازم احمد ايمن منصور زي عمر كمال عبد الواحد. حمدت ربنا انه طلع اعاره عشان كده الموسم مشي، بس اهو راجع، وراجع احمد ايمن منصور. وعيش يا ايمن يا كاشف. عمر كمال عبد الواحد يرجع لأحمد أيمن منصور؟ مش هتفرج، لا لا مش هتفرج.